مهرجان. المهرجان بطبيعة الحال اللي غيستقبل مجموعة ديال الفرق اللي غادي تخدم في الهواء الطلق أمام قاعة العروض والندوات. يعني صح. السلام عليكم ورحمة الله. بغيت اليوم نشكر الجمعية ديال يتوزون للثقافة والفن في مدينة أسا على التكريم اللي شرفوني به في الدورة الأولى ديال المهرجان ديال أزوان. فعلا باش يتفكرك الإنسان في الدورة الأولى ديال المهرجان ديالو كي يكون لي شرف كبير وشرف كان افتخر به وكان اعتز به. وهذه ماشي النوبة الأولى اللي كنجيو فيها لمدينة أسا. فعلا في غضون تقريبا شهر حضرنا في فعاليات مهرجان الأول وهذه المهرجان الثاني في مدينة أسا. فعلا الناس ديال أسا ما شاء الله عليهم تبارك الله كنشكرهم بزاف 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 بزاف. هذا الشيء أثر فيا بزاف وكنتمنى لهم لهذا المهرجان كنتمنى ليه سنوات من ازدهار ومن نجاح إن شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا جزيلا لكم. أكيد هذا المنطقة ديال أسا ماشي أول مرة غادي تكون فيها برامج سينمائية ولا مدينة أسا تقريبا في السنوات الأخيرة 20 سنة الأخيرة ولا 10 سنين الأخيرة تصورت فيها عدة أفلام، أفلام دولية، أفلام أوروبية، أفلام مغربية. المنطقة والجهة ديال أسا كتزخر بمناظر خلابة، مناظر طبيعية جذابة بزاف 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 اللي كتغري المنتجين وكتغري السينمائيين العالميين باش يجيو يديروا فيها برامج ديالهم السينمائية إن شاء الله الرحمن الرحيم. وفعلا هذا غادي يكون رافع للمنطقة ويكون داعمة أساسية النجاح الاقتصاد ديال المنطقة. زول السلام عليكم. قصد المقر أسا دوكدود النغ تنميرتي المهرجان سيميغ بهرة لإدارة المهرجان أزوان اللي يسكن تكريمة دارت نتهدو الجمهور النغ يوكدود النغ النغ إلا المحبين. صراحة غصد المقر تكود مون فولكينين يقدر يوسم قور ندما يدار غير تلوحيت المسؤولية باش نزيد القدام ميدانات. صراحة تني أدخل تشجع نغ الميدانات باش نستمر تنميرتي كله ما يساهم من تنميرتي لدار المهرجان كريكت تنسيس منس في التكريمة فوسم غرادر نبهر نسنمير تنمير